الأمر الوحيد الذي ربما يدفع مصر إلى الحرب مرة أخرى هو المياه، كلمة قالها الرئيس المصري أنور السادات في أعقاب اتفاقه للسلام مع إسرائيل. وبعد أكثر من 40 عاماً يهدد شبح الجفاف مصر وربما يدفعها لمواجهة وشيكة. استبقت القاهرة المواجهة وأحالت ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن، وحتى هذه اللحظة ما زال السجال مستمراً، لكن نزاعات المياه في العالم العربي لا تقف عند مصر، فالمنطقة تضم نحو 6% من سكان العالم وأقل من 2% من الموارد المائية المتجددة عالمياً. أكثر من 10 بلدان فيها تقع تحت خط الفقر المائي، من دول الخليج وسوريا إلى فلسطين مروراً بمصر وحتى دول المغرب الكبير. في هذه القصة سنخبركم بأبرز بؤر صراعات المياه في العالم العربي. تتعدد أسباب أزمة المياه في العالم العربي، ولا تقتصر على الهدر وضعف البنية التحتية، فأكثر من نصف المياه الجارية في المنطقة عابرة للحدود الدولية. لنبدأ بأزمة مصر، حيث يكتسي نهر النيل الذي ينبع من كل من رواندا والهضبة الإثيوبية أهمية كبرى لاقتصادات دول عديدة. شروع إثيوبيا في بناء سد لتوليد الكهرباء أشعل الخلاف، فمصر تعتبر السد مهدداً لحصتها السنوية التاريخية من نهر النيل، ويخشى المصريون من السيناريو الأخطر في المعادلة. لو ملئ السد خلال 3 سنوات فستفقد مصر نحو 50% من إجمالي موازنتها المائية السنوية، وستفقد تبعاً لذلك نحو 7 ملايين فدان، أي أزيد من نصف مساحتها الزراعية، وسيؤدي ذلك إلى خسارة 21% من إجمالي القوة العاملة على أقل تقدير. القاهرة تصر على حقوقها بناءً على اتفاقيات تاريخية تؤكد حصص مصر والسودان حصراً، لكن إثيوبيا لا تعترف بتلك الاتفاقيات التي لم تكن طرفاً فيها ووقعت في عهد الاستعمار في أفريقيا. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترى في هذه الأزمة فرصة للتدخل عبر ملف المياه من خلال توصيات بالتعاون التقني لاستفادة أكبر من الموارد وإحياء آمال سابقة في تحويل مياه النيل لاستفادة مشتركة بين مصر وإسرائيل. أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المياه العربية لا تقتصر على نهر النيل. في حرب 67 سيطرت إسرائيل على مياه الضفة الغربية وبحيرة طبرية، وهو ما يجعلها تستهلك حوالي 80% من الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينيين. سياسة الاحتلال تقوم على منع الفلسطينيين من الاستفادة من المياه، حيث تمنعهم من حفر الآبار أو الاستفادة من كميات محدودة من المياه إلا بشروط مجحفة، وتبني مستوطناتها غير الشرعية على خطوط مياه جوفية تستنزف الحصص الفلسطينية. المياه اللبنانية ومياه نهر الأردن والمياه السورية في الجولان المحتل بما فيها منابع نهر الأردن ونهر اليرموك لم تسلم كلها من أيدي الاحتلال كذلك. أما العراق فلم يشفع له دجلة والفرات في تأمين المياه، رغم ارتباط العراق الوثيق بهذين النهرين إلا أن منابعهما تمتد خارجه. تركيا تعتبر مصدراً لأكثر من 70% من مياه العراق، وهو ما يطرح تحديات كبيرة تؤثر على الفرات تحديداً بسبب تشييد السدود التركية التي تزيد على 20 سداً. سدود إيران ومنشآتها تهدد أيضاً المياه العراقية. الصراعات المسلحة المستمرة في العراق فاقمت الوضع ودمرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية المائية. مشاهد الجفاف في البصرة أثارت مخاوف كبيرة على مستقبل مياه العراق، وبعض التوقعات تشير إلى أن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار بحلول 2040. أهمية المياه في منطقتنا تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وتجعل التعاون بين بلدان المنطقة وجيرانها أمراً لا مفر منه لتأمين احتياجاتها وتجنب صراعات قد تتطور إلى حروب. فهل تتمكن الدول العربية من حماية مواردها المائية؟ أخبرونا في التعليقات عن آرائكم حول أسباب شح المياه في منطقتنا، وشاركوا القصة مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد.